تمييزا للواجهات بالإضافة إلى عملية توحيد واجهات المحلات التجارية وتنظيمها لإعطاء دينامية جديدة للمحاور المهمة خصوصا وسط المدينة وذلك بحكم جاذبيتها السياحية. طبعا هناك دراسه اليوم بالفعل تمت هناك الحمد لله يعني الدوره الاستثنائيه لشهر يوليوز لان كانت واجب على اننا ندوزوا المخصص الاجمالي للمقاطعات. طبعا هذا العام كانت واحد الالتفاته لبعض المقاطعات الهامشيه اللي عندها واحد المشكل كبير في ناحيه البنيه التحتيه ولا المرافق التابعه لهذه المقاطعات. طبعا تم واحد المجهود اللي اعطاته مجلس مدينه الدار البيضاء هو الرفع من 10 مشينا ل 10.77% بمعدل 51 مليون درهم اللي تزادت المقاطعات. طبعا مشينا مع حسب عدد الساكنه واليوم اعطينا الاولويه لبعض المقاطعات اللي بالفعل كان عندها واحد الخصاص منها المقاطعات سيدي مومن والمقاطعه ديال عين شق ومقاطعه الحي الحسني اللي عدد الناس ما فيهم كيتجاوز 16% على غرار باقي المقاطعات. وطبعا راه تم زياده لجميع المقاطعات على حده. اليوم كنطمحوا بهذه الزياده على انهم يشتغلوا في سياسه القرب ويشتغلوا مع المواطنين داخل المقاطعات ويشوفوا حاجيات المواطنين. طالبوا باش حصه التنشيط تطلع على 10% ووافق عليها المجلس، وبالتالي غادي يكون ان شاء الله واحد الديناميه مع التوصيه على انهم يكملوا هذاك المخصص اللي كان انيتا دغوبور من السنه الفائته لهذ السنه. طبعا كانت هناك عديد من النقط من جانب الممتلكات. اليوم حنا كنتكلموا على ممتلك مدينه الدار البيضاء تثمين الممتلكات، وكان واحد القسط مهم ديال السومه واللي وضعته اللجنه الاداريه. كنظن على ان بعض يعني راكم شفتوا انا وصل 40,000 درهم للمتر المربع اللي كطالب به مجلس مدينه الدار البيضاء من اجل تثمين الممتلكات ديالها. كان هناك ايضا بعض الاتفاقيات اللي غادي تمشي فك العزله على بعض المناطق بحال الحي الحسني بحال البرنوسي بحال سيدي مومن. كانت هناك ايضا اتفاقيات اللي كثروا في مرافق سوسيو اجتماعيه. فكنظن على ان اليوم هي نظره شموليه لجميع المقاطعات من اجل يعني الوصول الى المبتغى وباش جميع ساكنه مدينه الدار البيضاء تكون راضيه على مجلس مدينه الدار البيضاء. طبعا في ظل الخصاص المالي وفي ظل سميتو كاين واحد المجهود جد جبار اللي كيخرج اليوم للوجود وهو محاوله ضخ جبايات لمجلس مدينه الدار البيضاء. كنظن على ان الامور الحمد لله مشات في احسن الظروف. مناسبه باش نشكر جميع المنتخبون كل باسمه وصفاته على الروح القتاليه اللي كيعطيوها في مجلس مدينه الدار البيضاء. اللجان التواجد ديالهم بساعات طوال للمناقشه فهذا عمل جد ايجابي. وايضا كنتمنوا الشفاء للسي بريجا لانه مستشار القيدوم ديالنا واللي الجميع كيشهد بالخصال الحميده ديالو. كنتمنوا له الشفاء وكنتمنوا الشفاء الاخر ايضا المصاب. هما الاثنين يرقدان داخل مصالح استشفائيه. كنتمنوا لهم الشفاء.